هل نجح فيلم بهول بوليته؟ هل فيلم اللي صدر يوم 20 مايو الماضي وكان من بطولة كارتيك آريان وكيارا أدفاني شكل مفاجأة في البوكس أوفيس بعد ما تمكن أنه يحقق إيرادات عالية واللي تجاوزت ميزانية الفيلم في أقل من أسبوع على عرضه؟ والكل بيقول أنه هالفيلم تمكن أنه يعيد الانتعاش لقاعات السينما اللي عانت بشكل كبير بسبب الجائحة. وهالفيلم بيجمع بين الكوميديا والرعب وتمكن أنه يجذب الجمهور بحكم أنه الجزء الثاني لفيلم بهول بوليا اللي صدر سنة 2007 وكان من بطولة أكشاي كومار وفيديا بولان، ووقتها حقق هالفيلم نجاح كبير. وبالمناسبة هالأسبوع راح يتم عرض 3 أفلام لأكشاي كومار. فيلم هاوسفول 2 يوم الأحد 29 مايو على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية، وفيلم ديزي بويز يوم الاثنين 30 مايو على الساعة 4:30 بتوقيت السعودية، وفيلم هاوسفول 4 يوم الاثنين 30 مايو على الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية. وطبعا حاليا أبطال هالفيلم كارتيك وكيارا فرحانين بالنجاح الكبير اللي حققه هالعمل نقديا وجماهيريا. وكل يوم بينشر كارتيك على صفحته على إنستغرام إيرادات البوكس أوفيس لهالفيلم اللي حقق لحد الآن أعلى رقم في عطلة نهاية الأسبوع لسنة 2022. وفي معلومة عن هالفيلم، وهي إن الدور اللي قامت به كيارا عرض في الأول على سارة علي خان اللي المعروف إن كانت بتجمعها إشاعة حب مع كارتيك، لكن قيل إنها رفضت الدور بسبب ارتباطها بمشاريع فنية أخرى. وكمان شردها كابور قيل إنه عرض عليها دور كيارا لكنها هي كمان رفضته. لكن الواضح إنه النجاح الكبير اللي حققه هالفيلم راح يخلي سارة وشردها يندموا على تضييع هالفرصة الغالية اللي فازت بها كيارا. ما هي الأحداث الجديدة في مسلسل رامو بريا، مسلسل رياح الحب الموسمية اللي بيحقق حاليا نسبة مشاهدة كبيرة في الهند وكمان على NBC بوليود؟ راح يشهد أحداث جديدة في الحلقات الجاية، أهمها إنه بعد زواج رامو بريا راح يصير عندهم بنت. واختارت الشركة المنتجة للمسلسل الطفلة أروهي سانفيشا لتقوم بدور بنت رامو بريا. لكن بعد الإعلان عن هالتطورات في قصة المسلسل، كتب الفانز إنهم مش راضين عن هالشي لأنهم حبوا يعيشوا وقت أكتر مع قصة حب رامو بريا، وإنه خطوة إنجابهم ومرور وقت كتير راح يحرمهم من متابعة تطورات قصة الحب بين البطلين. وكان من المفروض التركيز أكتر على قصة الحب وتفاصيلها بدل فكرة إدخال عنصر جديد في هالمسلسل واللي هي بنت رام وبريا. لكن منتجة المسلسل إيكتا كابور أكدت أن التطورات اللي راح تصير في هالمسلسل راح تخليه أكتر إثارة وتشويق. صحيح إشواريا راي حامل بعد غياب لفترة طويلة عن الأضواء، ظهرت إشواريا مؤخرا خلال مشاركتها كضيفة في مهرجان كان السينمائي اللي نظم في فرنسا. وكالعادة الأزياء اللي ارتدتها إشواريا في هالمهرجان خلفت آراء سلبية، والكل علق أن الفساتين اللي ارتدتها إشواريا كانت سيئة وغريبة. أولها كانت البدلة البينك اللي ارتدتها في حدث خاص بالمهرجان، وكمان الفستان اللي ارتدته على البساط الأحمر ما أخذ آراء إيجابية من خبراء الموضة. حتى الأوتفيت اللي ارتدته إشواريا خلال عودتها من السفر في المطار كان غريب، والأغرب أنه الطريقة اللي كانت بتخفي بها إشواريا بطنها خلت البعض يخمن أنه يمكن إشواريا حامل. ونشرت مواقع هندية كتيرة هالإحتمالية، لكن لحد الآن هالخبر مش أكيد وهو مجرد تخمينات من الفانز والصحافة. كالعادة اتركوا كل أسئلتكم في التعليقات على صفحة NBC بوليود على فيسبوك، ولا تنسوا لايك واشتركوا في القناة.